بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، اليوم وقع واحد حدث بسيط جدا ما عندوش شي أهمية. الله ينصرك الخير. شي أهمية نقول لكم يمكن لا تغير السير العادي ديال الأمور، ولكن هي ديك النقطة اللي كتفيض الكاس. الكاس كيكون عامر وغير سنقطة أو شي شوية ديال الماء كيجعل بأنه أصبح الفيضان، أصبح الزيت. اليوم في الصباح وبالضبط مع 8:30 ديال الصباح توصلت بداري في منزلي باستدعاء للمسؤول غدا في حدود الصباح أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وهذا حدث بسيط، لأن من نوفمبر ديال 2020 وأنا كنمشي أسبوعيا للفرقة الوطنية ديال الدار البيضاء، والفرقة الوطنية ديال الدار البيضاء كتبحث معايا في الاستجوابات اللي نتوما قمتوا بها بما يجري عبر العالم من طرف اليوتيوبرز، لا في آسيا ولا في الشرق ولا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة ولا في إسبانيا كذلك، أو كي بحثوا معايا حول الكيفية ديال الخروج ديال الضابطة المناضلة وهي ما خرجتش من المغرب. مع العلم أنني كنعاود نكرر وهي ما خرجت من المطار محمد الخامس ديال الدار البيضاء بعد ما حصلت على رفع المنع من طرف وكيل الملك ديال عين السبع، وهي حاملة لجوازها الأمريكي وحاملة لبطاقتها الأمريكية هي وبنتها، باش تكون الأمور واضحة وما كانش غادي يخربخ عليا ولا يقول لي بأن دازت من هنا وما دازت من هنا. دازت من الديوانة هربانة من القمع، هربانة من الظلم، هربانة من القهرة ومن التصرفات اللي تصرفت مع إدارة العامة الأمن الوطني معها. هربانة هي، هربانة من الخوف، هربانة من الظلم، ماشي هربانة مسربة في الديوانة. ملي كانت كتقول أنا هربت من المغرب معناها أنا هربت من واحد الوضعية اللي ما قدرتش نبقى كنستحملها. ولكن هذا الاستدعاء بالنسبة لي هي بأمر من الله، كيقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، ولكن كيقول لك إن مع العسر، مع ماشي بعدا، كاين بعد العسر يسرا، كاين مع العسر يسرا. هادي اللي جاو يستدعوني اليوم في 8:30 الصباح الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، جا الاثنين نطرح الإشكالية في العمق ديالها. إخوان، أنا شنو المشكلة عندي في المغرب؟ أنا ما عندي مشكلة مع حتى شي واحد، كلكم كتعرفوا بأنني أنا رجل ليبرالي يميني ملكي، ما عندي مشكلة مع حتى شي حد، ما عندي مشكلة ديال المحاسبة، واش الفلوس ديال الفوسفات كيدخلوا الميزانية ديال الدولة، واش القانون ديال المناجم يطبق على مناجم ديال الكوبالت وديال الذهب وديال النقرة في المغرب. وعندي مشكلة سياسية بسيطة، كنقول بأن البوليس السياسي كان واحد البوليس ديال القرن الماضي، وفي القرن 21 البوليس السياسي ما يمكنلوش يبقى، وفعلا ما غادي يبقاش. نتوما تشوفوا بان دابا 3 شهور ولا 4 شهور غتقوم حمله دوليه كيقولوا الانظمه اللي عندكم البوليس كيدير السياسه غتلغيوهم اولا غتمشيو بحالكم الامم المتحده. فكروني ملي توقع، هذه بسيطه ماشي شي حاجه صعيبه تقول البوليسي ما يدير السياسه. طبيعي ان البوليس ما كيديرش السياسه. انا عندي مشكله ملي قلت بانه لا دي اس تي ما كتصلح نوالو. علاش غتصلح؟ الارهاب عند المكتب ديالو، السلامات العامه موجوده،
ودا بغات شي حاجه راه كتعيط لي في التليفون وكنقول لها اللي بغات، لكن حتى شي حاجه واعره ما شي حاجه واعره. الفرقه الوطنيه هي اللي كتحارب الجريمه المنظمه فيما يخص الخطوره ديال الاجانب وديال الحدود، راه عندنا واحد الاداره ديال تسمى لا جاد ولا شي حاجه بحال هكا. وكاين الامن الوطني كيقوم بالحراسه، كيقوم بالاستقرار، كيقوم بالسير ديال السيارات. لا لا ديستش ليش معموله، ليش معموله وكتاكل الفلوس فوق القياس، لا معموله والو. هذا رايي، هذا رايي، رايي ماشي ضروري نكون عن الصواب، يمكن نكون خطا، ولكن هذا رايي. اش وقع؟ وقع انه السيد وزير الداخليه عين ثلاثة ديال المحامين، جوج بانوا ديك النهار في الجلسة، ومن عند الله جات القضية ديال الكمامة وما بقاوش كاع كيدخلوا للمحكمة. نهار الأربعاء الجاي الله أعلم الله اش غادي يكتب عليهم باش ما يجيوش. نتمناو يكتب عليهم غير الخير، لأن حنا بغينا غير الخير لإخواننا المسلمين. قال لك بأنه أنا مسيت له وهنت له مؤسسات ديالو، بمعنى وزير الداخلية كيعتبر بأنه إدارة المراقبة على التراب الوطني هي من المديرية اللي هو وصي عليها. داني داني الإشكالية فين هي؟ دعاني واللي كيستنطقني هي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر ديال 2020 أو دجنبر 2020 سي محمد دغيسي قال لك بأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت مراقبتي الإدارية، وبأنه هو بلا مشعر كيقول لك بأنه ملي مدير العام للأمن الوطني كتاد التعليمات هو كي خبر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالقيام بالواجب، هو كيقول لها بعد إشعار النيابة العامة، ماشي النيابة العامة هي اللي كتشعر الفرقة الوطنية، هو كيقول لها قم بالواجب وشعر النيابة العامة، معناها راه هو كيعطي الأوامر من الفرقة الوطنية. وإذا كانت السيد هذا اللي كيشكي بيا والسيد اللي كيشكي بيا اليوم سميتو الفتيت، فتيت ياش؟ عبد الوافي. لا عبد الوافي شتيت. لا غدا يمكن يكون واحد اخر، يمكن يكون محمد زيان، يمكن تكون انت، يمكن تكون هي، ما عرفتش. واحد واحد الساعه المراه تكون وزيره الداخليه. اليوم اليوم هو ماشي زعما هو والو والو ياكلوا الطعام، ما تطلعش راسكم معايا انا، والو مسكين. اليوم هو اللي مسؤول، بما انه الفتيت كيقول لك بانه الشرطه القضائيه بالاداره العامه للامن الوطني تحت تصرفات ديالو، وبان المشتكي هي المحافظه المراقبه على التراب الوطني. مزيان هادشي كلشي مزيان، كيفاش غادي انت تبحث معايا؟ لان الشرطه القضائيه تبع وزير الداخليه، النيابة العامة طلبت مني أنني نتجاوز هاد الشكلية هادي، الشكلية اللي غادي نطرحوها في الجلسة، نتجاوزها مع وكيل الملك واخا، نتجاوزها مع القضاء لا، لأن الفصل 42 من القانون المسترد الجنائية واضح، كتعرفوا شنو الدور للمشرع عاتل وزير الداخلية، يكون بياع ديال النيابة العامة، تبيات مبلغ، وإذا عرف بأن كاين شي حاجة عنده دور واحد، كيعلم وكيل الملك، كيبيع الوكيل الملك، صافي. المشرع ما كيعطيهش الحق أنه يرفع شكاية، أنه يخلص بالفلوس ديال الدولة المحاميين، أنه يدير محاضر، أنه يبحث، والو. كيعلم وكيل الملك، مخبر مخبر، كيفاش انت
كتقول انا ارتكبت الجرم في حقك انت وفي حق المؤسسه ديالك، وكتقول هذه المؤسسه هي اللي جيت تبحث معايا. هادشي صبرنا له عام وانا كنمشي ونجي، واحد النهار داوني الدار البيضاء بدوني لاكاف، بغاو يحيدوا لي التليفون، التليفون ما كانديش معايا في خطره. انا ملي كنتوصل بالاستدعاء ديال الشرطه القضائيه كنت في التليفون يومين ولا ثلاث ايام قبل، وكنحيد لي مال الباتري وهذيك لابيوس تماما، وثلاث ايام من بعد باش تكون الامور واضحه. غير كيدي وقت معايا انا، ركبوني في واحد الطوموبيله وجابوني وانا فاقد حريتي، فاقد حريتي لان ولدي اللي داني بخمسيه في الدار البيضاء. وفي الطريق كنرغبهم، قالوا بما ان انتم كتقولي غتقدموني لوكيل الملك، خلوني نعيط للمحامي ديالي، خلوني نعلم من المكتب باش يجيبوا لي الحجاج اللي غادي نقدم النيابه العامه. كيقول لي اوهوي اهاي اوهوي والو ما نخليوكش. كنقول لهم خلوني نعلم ولدي باش ما يبقاش يمشي في الزنقه ويدخل بحالو للدار. يقولوا لي اوهوي، وهي انا معتقل. فدرت الشكايه بهم، درت الشكايه بديك الناس اللي اعتقلوني لمده ساعتين، هبطوني من الرباط للدار البيضاء باش يجيبوني حاله اعتقال. ملي وصلت المحكمه قلت لهم واش انا معتقل؟ قالوا لي لا سيدي انت ما معتقلش. قلت لهم راه غادي كنت معتقل، ما معنى يجيبوا لي استدعاء اليوم في الصباح؟ يعني شنو الاشكاليه؟ الاشكاليه انني انا نهار الاربعاء الجاي بحال اليوم غادي نمتثل امام القاضي ديال الرباط ديال المحكمه الزجريه في الرباط في شارع مدغشقر، باش نتواجه مع من غنتواجه؟ مع المدير العام ديال العام الوطني والشكايه ديالو، مع وزير الداخليه والشكايه ديالو. كيفاش انت شاكي بيا وانا النهار الاربعاء غادي نجي ندافع على نفسي، وانت كتصدعيني باش نمتثل امام الاداره ديالك من جديد في بحث واحد اخر؟ اش بغيتي تقول؟ بغيتي تقول بان راه ما ساليناش معاك السي زيان، واخا تكون في القاعه وفي الجلسه، واخا كتقوم بتصريحات بخارج المحكمه، باقي يمكن لنا نمشيو نديوك ونجيبوك؟ هذا ضغط عليا، هذا ماس بحريتي، هذا مات بحقوقي الدستورية. باش تكون الأمور واضحة، كيفاش أنا وأعوذ بالله ملي قلت أنا غادي نمشي نمتثل أمام القاضي وندافع على راسي في مواجهة وزير الداخلية اللي جاب لي المحاميين ديالو، والمدير العام للأمن الوطني اللي جاب لي المحامي ديالو، ونتكلم سياسيا شنو الدور ديال لا دي اس تي وشنو الدور ديال الامن بالنسبه ليا انا كرجل ليبرالي، وانت كديني وتجيبني للدار البيضاء؟ اش بغيتي تقول بان باقي كتراقبني؟ اش بغيتي تقول بان مازال يمكن لي نوجد لك ملفات واحد اخرين، وبالتالي النهار ديال الجلسه ربط فمك واعتذر؟ هذا ماس بحريتي، هذا ماس بحقوقي، هذا ماس بالدفاع. شكون الامور واضحه الاخوان؟ كيفاش هذا السيد هذا اللي دغيسي ديك النهار كيقول لك بانه هو الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه تحت تصرف الحمايه ديالو، التصرف ديالو، الاداره ديالو، كيفاش ان المدير العام للامن الوطني عنده الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه اللي كيتحكم فيها واحد المدير مركزي من الرباط، وتمشي انت وزير الداخليه عندك مشاكل مع الحزب المغربي الحر وتدوزني على الفرقه الوطنيه؟ هذا هو البوليس السياسي بالضبط، هذا اللي كتسمى البوليس السياسي. وتجي من بعد ما تتابعني ومن بعد ما تحاول تشوهني، وراني قلت لكم بخير كنقول لكم والله عطينا اربع العيالات، انا كنقول له شوهني بخمسين، والله عطينا زعما الرجل والمراه، وبغيت حتى المثلين نجيبهم. بديت استعملت يوم مع سليمان الرئيس وجاب تستعمل لي خمسين، انا عطيته فكره واحده اخرى،
تشوف المعاز وفات الحيوانات لا جوف في ديخية كينا تيدخلها فاتي ديال الجنس راتشي ما دي أثرش عليا مطلقا هادشي كله ما دي أثرش عليا وخي وقع اللي وقع أنا لا أخشى تشويه ما كان ما أنا ما عنديش عقدة ما عنديش عقدة أنه إذا زبطتيني وشوهتيني ونشرتي الصورة ديالي عريان أو زبط أو نص عريان أو ربع عريان غادي نتأثر ما نتأثرش تماما وبالعكس أو عباد الله شحال اليوم 29 غدا 30 ويدوز فرد جانفي 14 يوم ديال فيفري هي 44 يوم 45 يوم 45 يوم غتكون عندي 79 عام بخ وباقي كاين التحرش الجنسي وخيانة الزوجية طز نتمنى لكم تكونوا توصلوا توصلوا 80 عام يوقع لكم في حالي يجيو عباد الله كيقولوا راك بغيت ولا ما عرفتش شنو دير واش بعقلهم هاد الناس هادو واش شار من عقلهم وكيضحكوا على المغرب لان صابوا المغرب سهل ليهم لان مع الاسف ما كاينش اللي كيحمي هاد الشعب وكيحمي هاد الدوله هادي وكيحمي هاد الامه هادي والا اللي دارت الشو هادي للمغرب كخصو يتعاقب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.